جديد فريق الرجاء الرياضي. البارح هضرنا على الوداد في الاول، دابا نتكلموا على جديد الرجاء. ما هي اخر الاخبار حسناوي؟ المباراه اللي نهزم فيها فريق الرجاء الرياضي كذلك يجب النسيان ديالها، الان يجب التفكير للمستقبل، رفع المنع. هل هناك جديد بخصوص يعني حسناوي هذا الموضوع؟ وهل هناك كذلك انتدابات كاين بعض الاسماء اخرى اللي ربما تكون يعني في فريق الرجاء الرياضي، المسؤولين ديال فريق الرجاء الرياضي تكون عندهم مفاوضات مع بعض اللاعبين؟ اذا لك الكلمه حسناوي، ما هو الجديد؟ اكيد بعد العوده بعد يعني نهايه المشوار ديال فريق الرجاء الرياضي من البطوله العربيه، لان يعني مدرب الفريق جوزيف زيمباور قرر انه يمنح واحد 10 ايام راحه للاعبين. هذا مصطفى كتشوف معايا هنا بان الامر منطقي نوعا ما، لان الرجاء الان اخر فريق مغربي كينهي هذا الموسم، هذا اخر فريق، لان تقريبا سالت البطوله لعبوا الدومي فينال ديال كاس العرش، النهائي ديال كاس العرش، دخلوا كيوجدوا البطوله العربيه، خصك عاود ضروري ما تعطي الدراري يرتاحوا، عطاهم واحد 10 ايام باش من بعد يعني يلتحقوا. اكيد الامر عادي يمكن ينعكس بطريقه سلبيه، ولكن ما عندك ما دير، الا عاود الدراري ما ارتاحوش غتلقى مشكل بدني في بدايه الموسم ولا وسط الموسم. نهضروا كذلك على واحد النقطه بغيت ندير فيها التوضيح، جاتنا اسئله ديال الجماهير بخصوص يعني احكام اللي كانت لصالح الياس الحداد، جبيران والسعداوي، واش غتمنع الرجاء من ابرام التعاقدات؟ اليوم مصادرنا في راديو سبور ماروك اكدت لنا بان الاحكام ديال هذه اللعابه لا علاقه لها بالميركاتو الحالي وغير موجبه للمنع، اذا الملف اللي كاين هو ديال سيف الدين العالمي غيتهز الملعب مجرد ما الاتحاد الدولي لكره القدم ينهي جميع الاجراءات ديال تحويل ذاك المبلغ المالي للحساب ديال اللاعب. هذا هو الحكم اللي كاين الان، وراه رصدوا لي عطاو الفلوس قضوا الامور، بقات اجراءات ديال الفيفا روتينيه كدها، غيوصل اللاعب يعني الفلوس حساب ديالو، غيعطيهم اشعار غيتهز المنع بصفه رسميه. اذا هاد الملفات الاخرين معلوم حتى علاقه بهذا الميركاتو الحالي، وما كيجيب وما كيوجبوش المنع من اجراء التعاقدات. واعتقد بان هذا خبر كيعطي تشويه الاريحيه مصطفى للمكتب المسير، ان واحد 400 ولا 500 كنت تفرضت عليك تعطيها دابا وتضيفها على مليار و200 اللي عطيتي، يعني غتشكل لك واحد العائق. إذن هذه نقطة. مسألة أخرى في متعلق التعاقدات، التعاقدات البحث على المهاجم يعني مازال ما حسموش فيه. بول فالير المهاجم السنغالي الآن ديجا تواصلوا معه وتواصلوا مع فريق نهضة البركانية اللي بلغنا اليوم معه في مفاوضات جد متقدمة، وكان معهم اتفاق مع بركانية لا ما غيرش وجهتنا أنا موقعش، ولكن كان اتفق مع مسؤولين ديال البركان كما تواصل مع مسؤول الرجاء الرياضي كذلك وعطاهم هذه، ولكن الان كتبقى هو اللي بلغنا اليوم عطى يمكن الموافقه ديالو للبركان في انتظار التوقيع الرسمي. متى ما وقعش رسميا كتبقى جميع الاحتمالات ممكنه، ولكن اقرب البركان لحدود اللحظه ان شاء الله ولا من بعد كل شيء ممكن. المهم راه هضروا مع الناس ديال الرجاء والبركان كذا تواصلوا معه وجلسوا معه. هذه نقطة يعني ديال بول فالير. مبارك هذيك يمكن تيجي معار يعني بعقد لمدة بعقد، يجي الفريق الرجاء بعقد إعارة لمدة سنة، يعني كاين نقاش على أنه إلا مشات الأمور كما هو مخطط لها يمكن نهار الجمعة غيجي المغرب باش يجلس مع ناس الرجاء ويسالي هذوك الترتيبات. إلا مشات الأمور كما هي، لأن المدرب يمكن بغى لاعب آخر على مستوى الارتكاز يكون عنده، هذا حقه، ما شافوا انه يعني مبارك يعني بالامكانات اللي عنده يقدر يكون هذاك اللاعب اللي كيبحث عليه جوزيف زيمباور على مستوى الاجنحه. لا جديد الان مازال ما حسموش شي لاعب اخر باش يكونوا بطبيعه الحال واضحين، لان كل كيهضر على فونتي ديال مراكشي وانه وقع للرجاء، حنا اللي بلغنا انه لم يوقع اي عقد لفريق الرجاء بصفه رسميه، ولكن واش كيهضروا معاه؟ هو ديجا هضروا معاه هذه الشهرين وكان من اللاعبين الاوائل اللي كانوا مقترحين على فريق الرجاء الرياضي، غير الان واش وقع؟ ما وقعش الان بكل صراحه. شنو غيوقع لقدام؟ كتبقى هذه الامور اللي كل شيء يعني فيها ممكن. سامير نوركوفيتش وكيف شر يعني هذه اسبوعين يعني خارج حسابات فريق الرجاء الرياضي على ما يبدو، لانهم ما مقتنعوش به نهائيا باش يكون، وهذا قرار صائب، ان اللاعب ما عنده ما يعطي للرجاء، الرجاء بحاجه
لمهاجم اخر اقناص من القيمه ديال الفريق ذكر عشاق الرجاء اللي بالجولياتور الكونغولي مارون جول اللي كان مره ترك واحد بسمه رائعه جدا نستفدوا منه حتى من الناحيه الماليه. هذا هو الاستثمار الحقيقي في اللاعب الاجنبي. كتجيب مثلا بحال مالونغو ب 250 ولا هذا كيلعب معاك كيني معاك الموسم من بعد كتسوق وكتستفد منه بواحد جوج المليار ونص ولا 700 ولا 800 استفدت كرويا يعني يساعدك باش خديتي يعني لقب البطوله ولا لقب ديال البطوله العربيه واستفدت كذلك من بعد يعني من بواحد الشكل اللي هو مادي حتى من الصفقه ديال انتقال ديالو للفريق القطري الرجاء استفاد من النسبه ديال الكلمه خويا مصطفى. واه سي حسناوي هاد اراحه اللاعب لمده 10 ايام فهي مزيانه للاعبين لان اللاعبين كتعرف بان المقفوش تادي حصه تدريبيه مباريات وديه اضافه للكاس ديال الاتحاد العربي فهو شيء جيد بالنسبه للفريق الرجاء الرياضي. الان انت كتكلم على بعض اللاعبين راه فريق الرجاء الرياضي كنقولوا اللاعبين اللي خصهم يجيو وخصهم يلعبوا وخصهم يعطيو الاضافه. مبارك راه شحال هادي تا هو ملعب المستوى ديالو فهو ما كنقولش انا ما يجيش انا كنعطي الراي ديالي انا ماشي مكتب ديال الرجاء الرياضي ومشي انا كندير تعاقدات انا كنعطي الراي ديالي في مبارك المستوى ديالو نزل بواحد الشكل اللي هو كبير وكبير كبير بزاف لا علاقه بمبارك اللي كيلعب كان كيلعب مع الفتح مبارك اللي كان كيلعب في الدوري الاماراتي حنا راه شفنا وشفنا المباريات ديالو اللي كان ضعيف وضعيف جدا وخارج التغطيه. نتكلم على واحد الانتداب دابا الان واحد العقل ديال الحسناوي كنت تكلمت لك على هاشم دومينغو ولا مازال عقل قلت لك ودي هذاك اللاعب راه عنده واحد المشكل عنده اصابات واش 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 مشي حتى المكتب المكتب ما تقدرش تحمل المسؤوليه اللي خصك ربما تشوف مع الطاقم الطبي سي حسناوي اللي كيديروا جميع الفحوص الطبيه. هذا دابا في التدريب ها هو دابا تصاب وشحال من شهر ما يلعبش. دابا الرجاء الرياضي اش غتستافد دابا الرجاء الرياضي هي جابت واحد اللي ما نقدروش نحسبوا انتداب. انا ما كنهضرش على المكتب المسير ولكن كنهضر على من يتحمل استحسان في الفحوص الطبيه اللي خصها تكون دقيقه مع اللاعبين. وهذا اللاعب كما شرت كنت تكلمت انا وياك قلت لي استحسان مازال عقل كنا كنتكلموا في هذا البرنامج وقلت لي بانه لاعب جيد راه لاعب جيد حتى ما كاينش اختلاف عليه ولكن اخيرا كانت عنده واحد الاصابه هي خطيره اللي خلاته راه ما يلعبش شحال من مباراه ما يلعبش. دابا الان جا مع الرجاء الرياضي بحصه تدريبيه وسمعنا السي حسناوي ربما الاصابه ديالو لا تبشر بالخير. هذا اشكال من المشاكل اللي خص تدر راه الرجاء عباد الله قلنا لكم عباد الله شحال هادي الف مره راه اللي كاين الرجاء خصو يجي ويجي يلعب ما يجيش يجي واحد عنده اصابه واحد كان في الخليج غادي يرجع باش يلعب واش المستوى ديالو غادي يبقى هو هذا اشكال اللي هو من المشاكل اللي خسر فريق الرجاء الرياضي خرج ديال البال. هذا اشكال اللي مطروح اضافه للانتدابات اللي انت كتكلم عليها حسناوي اللي هي مازال صوف لا غنتكلموا على عمر ورده اللي ربما غتكون عنده واحد الرحله من الامارات للمغرب هذا ربما نقدروا نعتبروه انتداب شبه رسمي في انتدار التوقيع على الاخوان. حنا كنتكلموا راه غدا يقدر غدا يبدل الراي ديالو ولكن كاين كل اتفاق كل الامور امور فتم اتفاق عليها ولكن الرجاء الرياضي حسناوي خصنا نردوا البال لان اللاعبين اللي خصهم يجيو للرجاء الله يخليك ما يجيش انا يدير الفورمه انا على ظهري ما يجيش انا مبليسي ما يلعبش. اذا انا بالنسبه لي الرجاء هاشم دومينغو ما نقدرش نعتبره انتداب حيت راه واحد المده ما يلعبش وتا النوعيه ديال الاصابه ديالو واش تخليه يلعب مرتاح ولا ما تخليهش مرتاح وربما يقدر يرجع يلعب وتكون عنده اونكور اون اوتر بليسير. اذا هذا اشكال حسناوي اللي خص الطاقم الطبي او المكتب المسير مع الطاقم الطبي خصهم يردوا بالهم من هادشي حسناوي لان الرجاء حشومه يجي بنادم امبليسي خصو امبليسي ويجي يلعب ولا يجي شي واحد كان في الخارج ما لعبش المستوى ديالو طاح باش يجي انا يدي الفورم على داري ومن يشد لا فورم ديالي بدا يتبورد عليا خصك اعطيني 500 اعطيني 400 بلاتي. اذا هذا حسناوي هذا نتمناو شوف حنا اللي كنتمناو يحوصل الحظ انا كنقول الرجاء الرياضي هاد السنه ما عندوش واحد لا بريسيون كبيره حسناوي عنده جوج ديال الاهداف عنده بوتيتر البطوله سا بريوريتي غادي تكون الاولويه بالنسبه للفريق الرجاء الرياضي وعنده لا كوب دي ترون ياك هاد جوج اللي عنده اللي يحوصل الحظ عنده هادو ما عندوش مشاركه راه هنا خصو حسناوي يرجع البناء ديالو ويرجع القوه ديالو ويحاول ما يمكن يبني فريق. المدرب صراحه راه مزيان مدرب الفريق الرجاء الرياضي
الاعلام اللي بينوا الان يمكن ناس حنا غادي نمشيو عند المدرب نقول له المدرب مزيان، ولكن المدرب خصك تعطيه لاعبين وتعطيه الوقت. وكنظن الحسناوي راه الرجاء الرياضي خصها بعض الانتدابات اللي حنا تكلمنا عليها وتاهيل كذاك اللاعب، غادي يتم تاهيل اللاعبين وراه كاين الوقت وتا ماشي تبقاش الوقت. اليوم حنا 8 البطوله بقات نقولوا 9 بقات لها 16 يوم باش تبدا البطوله، جوج ديال الاسابيع باش تبدا البطوله في 25 غشت. اللاعبين مشاو 10 ايام حسناوي سي نورمال غيمشيو 10 ايام، اذا من غادي يرجعوا غتبقى لهم 4 جور باش تبدا البطوله حسناوي، ينسوا 4 جور ولا 5 جور باش يبداو البطوله. اذا نتمنوا واحد الموفق لفريق الرجاء الرياضي، وكما قلت يجب معالجه كما قلت لبعض الانتدابات اللي يجب المناقشه ديالها والفحص الدقيق كما قلنا على المستوى، يعني المستوى الاصابه ديال بعض اللاعبين اللي تبين كما قلت هاشم دومينغو عنده اصابه، كان رجع من اصابه خطيره وقد اشرنا الى ذلك في البرنامج ديال راديو سبور ماركت. تفضل حسنوي. اخويا مصطفى عوال، بالنسبه اولا لدومينيغو الوقت اللي كان وقع انا قلت ودي اللعب قبل ما يتعرض ديك الاصابه مع ميلدو، مع ميلدو كان طوب قلت ودي من بعد الله اعلم. ثاني هو دابا مصطفى الاشكال ماشي ديال الاصابه، الاشكال ديال الاعداد البدني، ان الطبيب كيدوز لك كيختبر يعني واش عندك شي اصابه ولا شي حاجه، مكاش هو يعبر المنسوب ديال اللياقه البدنيه ديالك، هذاك مهمه كتكون ديال الاعداد البدني. إذن هو الآن غير جاهز بدنيا. ثانيا بالنسبة لمصطفى المبارك، أنا قد أختلف معك بالنسبة لمبارك، اللاعب أكيد ما لعبش بزاف رفقة فريق العين الإماراتي، ولكن كيبقى لاعب من طبيعة الحال اللي عنده إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا. وأنا نفضل أنك تنتدب لعاب من قيمة مبارك 22 سنة يلعب معك عام ويكون واجد بهذاك الشكل الكبير ويعطيك الإضافة، ولا تمشي تنتدب لاعب ما كيعرفو حتى شي واحد وكتبقى تنتظر واش يعطي ولا ما يعطيش، لان حتى الاعاره مع امكانيات الشراء هي افضل العقود اللي يمكن لك دير، وبزاف ديال الانديه في اوروبا كديرها باش ما كتخسرش، كندير معاك عقد عام مع امكانيات الشراء، درتي معايا نتائج كبار وفي المستوى وتالقتي فكنوقع لك ونعاود نجي العقد ديالك، جيتي ما عطيتيش ما كنتيش في المستوى الكبير ما عندي ما ندير لك صافي كنقول الدوري قد شي في حالاتك ترجع الفرقه ديالك. انا كنقول هذا اللاعب المبارك ذو 22 سنه ماشي يعني لاعب اللي عادي غيبدا، انا ما عمر لعاب الصغار كيخلعوني، بالعكس كتعرف بان تبدنيا قاد وفي العين الاماراتي الاشكال ماشي ديالو مصطفى، الاشكال ديال المدرب اللي هو ما تقش به، هذه واقعه في العالم كتلقى بعض المدربين ما كيتيقوش في اللعابه. نعطيك انا على سبيل المثال لامكيزي جا الوداد ما لعبش في المركز ديالو، اليوم راه وقع على غاتاي سبور تركي الفرقه اللي كان كيلعب فيها ايوب الكعبي، وقع معاه لمده سنتين، واش ما كيعرفوش الكره؟ راه حتى مدربين والطريقه ديال توظيف اللعاب عندها دورها الكبير. وهما علاش يعني ديجا لانك تعرف الوسط ديال الرجاء فيه بزاف ديال اللعابه، ولكن هما بغاو واحد لاعب على مستوى الافتكاك، اقتراح من المدرب، وتواصلوا مع مسؤولي العين الاماراتي، هضروا معاهم، اتفقوا على مجموعه من النقاط، نادي الامارات غيتكلف بزاف ديال الحوايج، ناس الرجاء غادي يخلصوا واحد الحاجه اللي هي قليله، ويديروا عقد مع امكانيات يعني شراء ديال العقد ديالو قدام. انا كنشوف بكل صراحه مزيان تاخذ يكون عندك بحال لاعب من القيمه ديال المبارك في الفريق. الى حسمتي فهو قرار رائع ومتميز، غيولي عندك في الوسط ها مبارك ها اولو ها الزريده ها مكعازي بزاف ديال الدراري اللي كاينين دائره الخيارات التاسعه، فهمتي بالاضافه في انتظار انك شنو غدير في لاتاكو اللي غادي يقود يعني الجبهه الاماميه ديال ديال ديال, 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 ديال الفريق. مساله ديال اراحه اللاعبين مصطفى، الرجاء هو اخر فرقه كما قلت تنهي الموسم، راه اللاعبين ما يمكنش ما تعطيهمش عطله، اي يستحيل الا ما وقفتيهمش راه غادي يوقفوا العام كامل، غيوقع لك مشكل بدني وقعت الوداد لما ما كتوقفش العطله ضروري كتعطى. انت اللي تقول لي هو الوقت البطوله العربيه اللي ما كانش مزيان ولا البرمجه ديال اللقاءات ديال كاس العرش في منتصف يوليوز هو اللي كان فيها الاشكال، اما على مستوى المدرب كيهضر تيمسير تيشتغل باحترافيه كبيره، وراه جلس
سالا قال لهم ضروري خصكم واحد المده الراحه ترتاحوا من بعد خارجي ومني غير رجعوا ديك الفتره من بعد غيقسموا دوك الايام لان اليوم شحال مصطفى 8 ولا شي حاجه يمكن في 18 غيرجعوا غتقسم تكون شويه الاعداد البدني ويديروا شي بعض اللقاءات الوديه ويدخلوا في الغمار ديال المنافسه على اعتبار ان البطوله غتوقف لمده شهر او اكثر في كاس امم افريقيا وغتكون كذلك واحد الشهر اخر ديال العمليه ديال اعاده يعني اعداد اللاعبين ويوجدوا ويديروا لك السي حسن السي حسن البطوله ديال افريقيا كاس الكاف الكان علاش نوقفوا اخي دابا مادام بان هاد اللاعبين ديال المنتخب الوطني حسناوي الا عطيت الله احترف نفرضوا عطيت الله واحترف شكون اللي يقدر غادي يمشي حسناوي في العناصر الوطنيه كاين جبران نقدروا نقولوا جبران يقدر يمشي ياك للمنتخب كاين لاعبين اخرين في افريقيا اللي محترفين عندنا اللي يقدروا يمشيو للمنتخبات ديالهم هذا كاين اشكال اخر اوكي يعني الا مشاو لك مثلا فرقه كيمشيو لك فيها ثلاثه كيولي عندك الحق انك تسجل مقابلاتك الى فرقه واحده يعني ميم هذه غتبقى يا مصطفى مبنيه على بناء على اللاعبين يعني اللي غادي يتم المناداه عليهم المنتخبات ديالهم احنا ولا كان اكثر من ثلاثه شوف لا كانوا اكثر من ثلاثه في الفريق ما لعبوش ولكن هذا المعطى اللي كتتكلم عليه انت غادي نشوفوا شي فريق ما كاينش في اي فرقه كاين فيه لاعب جوج الفريق اللي قدروا يمشيو من الفريق علاش نوقفوا البطوله ما خصهاش توقف لا حتى ما حتى مصطفى العصبر هذا هو المنطق ديالها لا ولكن احسن شنو السبب اللي نوقفوها خصها غتقولي انت كتقول لي لاعبين افارقه شكون هاد اللاعبين الافارقه واش كاين شي فريق عندنا في المغرب اللي كيلعب المغرب عنده ثلاثه اللعابه اكثر من ثلاثه اللعابه اللي غادي يمشيو مع المنتخب ما كاينش انا نعطيك مصطفى على سبيل المثال وتخير دابا الرجاء مشى لك اهولو زيد ومشى لك كامارا نعطيك على سبيل المثال اجوج ومشى لك بوزو انا كنعطيو احتمالات بوزو خص حسنو بوزو خص حسنو ما يعيطوش ليا حسنو حنا خصنا كنعرفوا الغيب ولا لا نقول لك معاون نقول لك حسنو اللاعب ديال المنتخب الجزائري ما يعيطوش لبوزو باش تكون انت حنا كنقول شوف حنا كنقولوا فرضا حنا ما كان علاش ما يتعيطوا كنت كتعيط بالعياده وكتعيط بالعمري كاع ما كيلعبش كيعيطوا ليه علاش ما يعيطوش ليه ما كان كتكون فوكا باش تقول نعطيك انا هادي دابا اللي كتقول دابا مثلا الرجاء وتزاد لعاب اخر عندهم تهز لعاب الرجاء ولا جوج المنتخب الوداد الرياضي الا مشى كنيت جبران ومشى العملود وعلى حساب النوعيه ديال المهاجم اللي غيجيبو اللي غيتعاقدوا معاه الا حتى هو تكون فوق الفرقه ديالو ها هو غادي يمشيو عندك هاد اللعابه تمشي مثلا لاتحاد طنجه تقدر تلقى نفس الامر في اتحاد طنجه يمشيو تمشي لهضره بركان مثلا غادي يمشي لك دايو لفرقته البوركينا فاسو ادام تراوري كذلك بوركينا بلا بقى غادي يمشي لبوركينا فاسو غير تنضاف لشي لعاب اخر للمنتخب ثلاثه انت ولا عندهم الحق في هذا تمشي راه هاد الامكانيه حاصله ونتمنى شو احسن حنا نتمنوا بان حنا نتكلموا على الرجاء نتمنوا بان الرجاء حسناوي الانتداب ديالو كل في مستوى ونتمنوا كذلك الرجاء الريادي يرجع للقوة ديالو والراحة اللي خداو اللاعبين كما قلت فهي جيدة بالنسبة للاعبين لان على العموم فهم لعبوا مباريات داروا مباراة ودية دربوا بما في الكفاية دان لا داروا واحد لوروبو دو ديجور وكنظن بان يرجعوا بهاد القوة اللي هي جيدة ونتمنى كما قلت انتدابات خصوصا مهاجم راه فريق الرجاء الريادي ما عندهاش مهاجم الرحيمي ماشي مهاجم الرحيمي ما ينفعش الرجاء حسناوي ما ينفعوش ما كاع بطوله وما ينفعوش هذه الحقيقه الحسناوي خصهم يعرفوها المسؤولين الرجاء الريادي خصهم انتداب ديال راس حربه اللي يكون في المستوى العالي لا بغى فريق الرجاء الريادي حيت دابا لما كانش راس حربه في المستوى الجيد فريق الرجاء الريادي سوف يعاني في تسجيل حسناوي او اللي عنده دائما مشاكل دابا تصانع العاب دابا شكون تصانع الالعاب اللي عند فريق الرجاء الريادي ما كاينش كاين ربما الوردي بواحد الوردي دابا ولا واحد شويه ولا شويه دابا رجع بدا كيرجع المستوى ديالو حتى اللاعبين اللي عند النوعيه ديال اللاعبين اللي عند فريق الرجاء الريادي ما كاينش واحد صانع العاب كاين حتى واحد اذا انت شنو خصك دابا خصك مهاجم وخصك صانع العاب وخصك جناح هجومي ماشي خصك هي كاين النفاتي حسنا والنفاتي سي با وي كيدير كيدير 10 كيدير حسناوي لهذيك صانع العاب ولكن بعض المرات
كينجح وبعض المرات ما كينجحش. ان فاتيس فري هو كيبغي دائما تكون عنده اولويات. المدرب اللي كان هو طالب اللاعب على مستوى الخط الامامي، طالب يعني جناح اخر، زاد لهم دابا لاعب ارتكاز. هادو هما لاعبين يعني اللي مطلوب الان المدرب حددهم، مهاجم جناح ولاعب ارتكاز، ثلاثه ديال الاسماء راه كيتفاوضوا معاهم وباش كيحاولوا يحصلوا. كتعرفوا بالضبط كما قلت لك المهمه ماشي سهله، ونتمناو احسن، نتمناو ان الرجاء الرياضي بكل صراحه عندنا غير على الرجاء الرياضي كما عندنا غير على الفرق ديالنا. نتمناو بان هذا التغيير وهذا مجيء المكتب مسير، رغم المشاكل، رغم العراقيل، رغم كذلك الاكراهات الماديه اللي عاشها الفريق الان، تم تسويه النزاعات اللي هي الحاليه الانيه اللي كانت عائق باش فريق الرجاء الرياضي. ولكن يجب حسناوي الاشتغال على ما كنظن المسائل الاخرى باش الرجاء الرياضي حسناوي تكون ترجع للقوه ديالو، ويرجع كذلك بالطريقه اللي كانت قبل، وهي يكون حسناوي التكوين ثم التكوين. مع العلم ان التكوين راه كيطلب وقت، راه ماشي نقولوا سنه او سنتين او ثلاثه سنوات تقول هكا غادي نوجد فريق ونوجدوا الفريق الاول. هادشي راه كيطلب عمل ديال واحد خمس سنوات، ولكن خص تكون اطر كذلك فتايه في المستوى. على العموم نتمنى واحد موفق للرجاء الرياضي. رجاء الرياضي حسناوي، عندك شي اضافه؟ ما عندكش.